ابراهيم الغرباوي كنسكن في الشطر الرابع حي الوافة، وكنت من الناس المحسنين والسلطة وجلالة الملك الله ينصرو، كنتسنى منهم يعطوني شي حاجة نبني بها هاد الشيء ولا ندير بها شي حاجة هنايا، هاد القزير اللي عندي هنايا وهاد الحالة اللي فيها أنايا، لا شهرية لا ماندا لا حتى حاجة ما عندي، حتى واحد ما عمرو عطاني شي حاجة كاع، عمري خديت شي حاجة أنا بحال هادي. وكنطلب من الناس المحسنين وكنطلب من الناس المسؤولين يشوفوا من حالي، هادشي اللي كنقول انا ما عنديش شهريه ولا عندي شي حاجه ولا البقعه ما مخلصاش، ما مخلصه ما حتى حاجه، ما عنديش باش نبنيها، وجاني شي بزاف عيب بزاف، قضيه صعيبه قضيه يعني. كنتمناو من عند الناس والسلطة والملك الله ينصرو، كنتمناو منو لا كانت شي حاجة هما كيشوفو.